الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. طبعا مثل ما عودناكم باطلال شاميه قسم العوائل بشهر رمضان الكريم وفي مفتوح على الافطار بتكون من مقبلات شاميه 100% عصيرات انواع طبعا التمر الهندي البرتقال الفيمتو شوربه عدس شوربه المشروم شوربه الذره شوربه الدجاج وعندنا المحاشي بانواعها وبشاميل على الاصول والرز البشاور مع الكباب الهندي تفضل لعندي بالاضافه للسمك الفيليه والكبه اللبنيه او الطريقه السوريه الكريسبي المقرمش بالاضافه للبرق بانواعها مع الكبه المقليه مشويات المشكله بالاضافه للغريبه بالقشطه النموره الشاميه ورباط بالقشطه حياكم الله. اهلا وسهلا فيكم حبايبنا بتشرفونا وتنورون مطعم اطلال شاميه القطيف شارع احد حي الشهباء. طبعا نستقبلكم خلال شهر رمضان الكريم من الساعه 6 للساعه 7:30 وقت الافطار والفتره الثانيه من الساعه 10:30 للساعه 2:30 صباحا على السحور. ميد اهلا وسهلا بتشرفونا وتنورون.